هي بطولة الرجال والسيدات الكلاسيك والمجهز المفتوحة، يعني المفتوحة هي بتعني البطولة من فوق ال 14 سنة وما فوق، بيشتركوا فيها كل الفئات العمرية، بس طبعا مقسمة ضمن فئات وزنية. هناك عدد مشاركين حوالي 80 رياضي. طبعا الاتحاد عم يسعى كل جهده أن ينظمها تنظيم لائق يكون فيها منافسات قوية، وطلع هلأ بهالفترة يعني طلع اللاعبين جداد قدروا يسووا أرقام كتير حلوة. نعمل جهدنا أنه يكون عندنا خيرة الأبطال. عم يعمل الاتحاد دورات تحكيم وتدريب، وعم نسخوا الحكام، عم نرفعون درجاتهم. طبعا البطولة شهدت كتير منافسات قوية، بروز عدة لاعبين من عدة محافظات. امتازت هاي البطولة بالمنافسة القوية.